لان هو التركيبه بتاعت عبد الفتاح القصري هي تركيبه تضحك، يستحيل تبكيني بكل توظيفه لجسمه المليان، طريقته في المشي، حتى الحول وظفه كشرير، كرئيس عصابه تقبله كشرير وكراجل طيب. والحول ده في مره كان هيوديه في مصيبه، يعني هو بيقول لك كان بيركب بالترمايه ويقعد يفكر بقى ايه في الحاجات اللي بيعملها والادوار. فهو قاعد في مره قدام راجل ومراته وقاعد سرحان، فعينيه الحوله رايحت من مراته، وقاعد ساعه على كده. فالراجل قال له يا استاذ انت بقالك، طبعا هو مش مدرك، يا عم والله انا مش كده يعني، وهفهمك ازاي. فحتى بعد الواقعه دي اقترحوا عليه، قالوا له طب ما تعالج موضوع الحول ده. فقال لهم لو لم اكن احولا لوددت ان اكون احول. قال لك دي ادواتي، يعني دي الادوات اللي بشتغل بيها وعجب الجمهور ومحققه لي، فاستغنى عنها لي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.